مرحبا، يعطيكم العافية وسلام الجميع في حلقة جديدة من بيت دار الدواء والدواء على قناة تي في صوت العرب من كندا. في هذا البرنامج نتكلم كثير عن أهم المواد الغذائية اللي ممكن تأخذها وليش بتأخذها، يعني الهدف أن نعرف أسبابها. اليوم أنا مش من الأشخاص اللي بيحبوا يتكلموا أنه هناك في سوبر فود، يعني الأكل اللي ما في زيه مثال، صراحة لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق الأكل خلق الأكل بتنوع، وخلق الأكل لأشياء معينة، وخلقه بشكل مشكل عشان نقدر نأكله بشكل مشكل. عشان هيك الأشخاص اللي بيحرموا حالهم من أشياء معينة هذول بيحرموا حالهم من أشياء مهمة لجسدهم، مثال الخضروات اللي فيها لون معين، البروتين اللي مهم للجسم، الكاربز اللي برضو مهم للجسم، يعني كل إشي ربنا خلقه في إله أهمية لجسم الإنسان. المشكلة في تصنيعها وإعادة تكريرها وسحبها وتغيير الشكل تبعها، هذه المشكلة الكبرى. اليوم حنتكلم عن مادتين صراحة يعني أنا بعتبرهم سوبر فود، يعني للأسف ناس كتير ما بأخذوهم ولا بيحاولوا إنهم يستخدموا هاي المواد في حياتهم اليومية أو في روتينهم اليومي، ولكن اليوم حنشرح عنهم، حنشرح عن فوائدهم، ولكم قرار طبعا تأخذوهم ولا لا. خلينا نتكلم أول إشي عن مادة اسمها الكلوروفيل. هذه الكلوروفيل يمكن كنا بنسمع فيها الكلوروفيل أو اليخضور، المادة اللي لونها أخضر اللي بتسبب كل لون النبات أخضر، برضو بتساعد الأوراق الشجر والنبات على امتصاص الطاقة والحصول على العناصر الغذائية المهمة من أشعة الشمس أثناء عمليات التمثيل الضوئي. كنا درسنا هذا موضوع التمثيل الضوئي وبنعرف عنه. طبعا وين نجد هذا الموضوع أو الكلوروفيل؟ نجده في معظم الخضروات الخضراء، يعني الخضروات الخضراء هي اللي فيها اللون الأخضر، هي تعتبر المكمل اللي نحكي عنه. المشكلة الخضروات اللي فيها اللون الأخضر لا يوجد بها concentration من الكلوروفيل، لكن اليوم حنتكلم عن هذا السبليمنت اللي هو all natural chlorophyll، بتلاقوه في أي مكان، في الصيدليات، في أمازون. احنا مش عم نعمل دعاية لأي منتج، فأي منتج بكون جيد. طبعا استخدامه حنحكي عنه هلأ كيف نستخدمه، بس خلينا نحكي عن أهم العوامل أو أهم الأهداف اللي ممكن نستخدمه أو الفوائد اللي تيجي على جسم. طبعا هو كويس للجروح، إذا عندك جروح قبل ما نبدأ بأي شيء بيعمل التئام للجروح بشكل سريع جدا. حب الشباب برضو، بس مشكلته أنه لونه أخضر، فإذا تحطه على حب الشباب بدك تغسله كويس. طبعا الشغلات اللي بالداخل، الاستخدام الداخلي له كتير فوائد، فهو بروتين ضروري لخلايا الدم الحمراء، لأن الأكسجين بيعمل على تنشيط الأكسجين في الجسم، وبالتالي هو بيغذي معظم الجسم بالأكسجين، خاصة الناس اللي عندهم فقر في الدم وتعب وانخفاض في الطاقة والدوخة، هذا شيء مهم جدا لهم. بحسن عملية الهضم، بخفف الإمساك، هنحكي عنهم بأكثر هلأ، بخفف الإمساك، بقلل من الالتهابات، ومكافح للشيخوخة الإيجينج بروسيس، بقلل من البكتيريا الضارة اللي موجودة في الأمعاء، بيزيد الطاقة والتوازن الهرموني واللي هو مهم جدا وكثير ناس عم بتعاني منه. طبعا بيساعد في فقدان الوزن، بيساعد وليس هو العامل الأساسي. خلينا حنحكي عنهم بالهذا، بس وين نجده هذا؟ تقدر تجده في البقدونس، في أي خضار خضراء، البرسيم أو البرسيم اللي هو بطعمه للحيوانات، فيه الآن ناس صارت تستخدمه وتعصره لأنه لقوا فيه مادة الكلوروفيل المهمة، الجرجير، الأعشاب البحرية، السبانغ، البروكلي، أي نبات أخضر You're welcome. حتى الماتشا هذا الشاي الياباني بتلاقوه فيه. طبعا في ناس بياخذوه على حبوب وناس كبسولات، انا جايبه على شكل قطرات او مكملات حنحكي عنه. الان كثرته ممكن تسبب غثيان، ممكن تسبب تقلصات في الجهاز الهضمي، اسهال، والبراز ممكن يتغير لونه، فانتبهوا لهذا الشيء. هلا في 10 شغلات ححكي عنها، هاي بروفن يعني
صارت معروفة في الطب، والطب يعني أثبت أول واحدة إنه بيزيد من البرودكشن تبع الريد بلاد سيلز، بيزيد من إنتاجية خلايا الدم الحمراء، وبالتالي الناس اللي عندهم أنيميا وعندهم مشاكل في خلايا الدم الحمراء ممكن يفيدهم هذا كتير. بعدين هو بيمتص السموم اللي موجودة في الجسم وبعمل ديتوكس. اسمعنا نسمع كتير عن هاي الكلمة اللي أنا ما بحبها كتير، ولكن هذا بيساعد الكلى الكبد على عمل ديتوكس أو تنظيف الجسم من السموم. الناس اللي بيستخدموا ديودورانت أو بيستخدموا مزيلات العرق أو مخففات العرق شو تسموهم أو بسبب عطور، هذا مهم جدا لهم، لأنه هذا فعلا بنظف الجسم، وبالتالي الجلد بصير يطلع له ريحة حلوة وبيخفف من ريحة الريحة السيئة من العرق، فهو بسموه زي ناتشورال ديودورانت أوكي، أو إشي طبيعي مضاد لريحة العرق. طبعا الأمينو أسيد اللي موجودة فيه رهيبة جدا، فبالتالي هو بيساعد على زيادة إنتاج الأمينو أسيد، وممكن يسهل طبعا الموضوع هذا. شغلة مهمة جدا جدا هو بيساعد في عمليات البكتيريا النافعة في الأمعاء أو في الأمعاء، وبالتالي يسهل من عمليات الإخراج، عشان هيك كثرته حكينا بتسبب ممكن إسهال، فلازم نأخذه بطريقة مهمة. أما هو بيسهل من عمليات البراز، وبالتالي الناس اللي عندها إمساك شيء جيد. أنتي أوكسيدنس، يعني إحنا بنسمع كتير عن الأنتي أوكسيدنس أو مضادات الأكسدة زي البلوبري والستروبري والرمان والهاي، هذا بيحتوي أكثر من 1000 لـ2000 مرة أنتي أوكسيدنت من اللي موجودة في هذه بالبلوبري مثلا، اللي هو يعتبر من أكثر الأنتي أوكسيدنت 1000 مرة يا جماعة، فالكمية اللي موجودة فيه رهيبة جدا. بعدين الكانسر، هذا مضاد لخلايا الكانسر، الناس اللي عندهم ريسك من الكانسر مهم جدا يأخذوه. طبعا العلاج من الله سبحانه وتعالى، لا يستخدم العلاج ولكنه جيد للخلايا الكانسر. طبعا هو حكينا increasing لل red blood cells طعمه زاكي، وال white blood cells برضو خلايا الدفاع عن الجسم، الخلايا البيضاء اللي هي بتساعد على الدفاع عن الجسم ضد الميكروبات والفيروسات وغيرها من الأشياء، يعني صراحة إشي رهيب. آخر شيء طبعا الفيرمنتيشن أو عمليات الفرمتة أو الكانديدا اللي موجودة اللي بتصير بسبب الفنجس أو الفنجس اللي هي الفطريات اللي موجودة في الجسم بتمنعها نهائيا، وبالتالي هي بتساعد على حماية الجسم من الفنجس. طبعا زي ما حكينا هذا هو عبارة عن، حنورجيكم الآن هاي كاسة مية، هاي الكاسة هذا عبارة عن sugar free, gluten free, alcohol free chlorophyll. هاي علبة بتيجي هيك، اللون جوا أخضر، هلا حتشوفوا 120 سيرفينج، حسب اللي مكتوب هون بدك تقريبا 15 نقطة على الكأس الماء. أنا حورجيكم الآن اللي عشان تشوفوا كيف هاي كأس الماء، وهاي طلعوا كيف بدأ اللون الأخضر. لونه أخضر شديد الخضار، إذا حركنا الكاسة هاي كل يوم بشرب واحد من هذا على الأقل، بعرف إذا مبين عندكم لأنه يمكن الجرين سكرين. أوه طعمه هيك لذيذ صراحة، لونه أخضر، الجرين سكرين أعتقد هو اللي مانع. anyway طعمه بعد بسم الله زي ما انتم شايفين، عشان هيك لما حكيت انه على حب الشباب بدك تحطه ببين طعمه جيد لا بأس به، ولكنه بدك تنتبه لأنه بعلب
بعبي الأماكن طبعاً يعني. هذه المادة الأولى اللي حكينا عنها اللي هي الكلوروفيل. الكلوروفيل ذكروها أو اليخضور باللغة العربية. هذه مادة رائعة لازم تجربوها ولازم تحكوا لي فوائدها على جسمك. المادة الثانية اللي نحكي عنها المورينجا. المورينجا هاي تزرع، هاي مكمل غذائي بيستخدموه ناس، هي نبتة موجودة في كل مكان يعني على البرد الأمازون وعلى هاي نبتة شجرة بيحكوا ناس هندية ناس في جنوب أمريكا، لكن تستخدم كثيرا عندهم وهي تعتبر من أفضل البدائل اللي عم بنحكي عنها الآن في الآونة الأخيرة، يعني تعتبر من الأغذية الخارقة اللي هي سوبر فود للفوائد اللي موجودة فيها. طيب اللي مكتوب على العلبة هون الدوز منها في 4 كلوروفيل، فهو داخلها كلوروفيل. هلا حورجيكم انا لونها لانه لونها خضراء، فيها اكثر 17% كالسيوم من الحليب، وفيها 15% زياده عن البوتاسيوم الموجود في الموز، وفيها 17 مرة كالسيوم في الحليب و15 مرة بوتاسيوم في الموز، و10 مرات فيتامين A اللي موجود في الجزر، و25 مرة ايرون اللي موجود في السبانخ، و9 مرات اكثر بروتين من الموجود في اليوغورت. هيقوا يا جماعة هي الارقام اذا حابين تطلعوا عليها سريعا، ما اعرف اذا واضحة مع الاشعة هاي. المهم دو عليها بالمورينجا موجودة بالعرض. تحتوي هاي طبعا على مضادات للأكسدة، تعتبر أكثر مضاد أكسدة، عشان هيك الوقاية من السرطان تعتبر من أهم المواد اللي بتعتبر من الوقاية للسرطان، لأنها بتحارب الفري راديكالز أو الجذور الحرة اللي موجودة في الجسم. التهابات، الناس اللي عندها التهابات بتساعد كتير في علاج الالتهابات وخاصة الالتهابات المزمنة، وأيضا بتساعد أحيانا في التهابات الأشخاص اللي عندهم مثلا أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب وغيرها، هاي اللي بتطول عندهم. شجرة أوراق شجرة المورينجا ممكن تكون بشجر بورق هلا حنحكي عنها، أو بتكون بودر. مستوى السكر في الدم بنخفض كثير لما بتشرب مورينجا، عشان هيك الناس اللي عندها انخفاض في السكر لازم يبتنعوا عنه. لكن في دراسات حكت انه تناول 7 جرام يوميا من مسحوق المورينجا لمدة 3 اشهر كانت على هذه المدة خفض مستوى السكر 13% في الدم، وبالتالي الناس اللي عندها سكري ممكن يخفضوا 13% الى 15% من الانسولين اللي بياخذوه. تخفيض مستويات الكوليسترول وبالتالي حماية القلب. احنا حكينا في مواد كتير مهمة مثل الايرون والفيتامينز، هاي اللي بتساعد على حماية القلب وبتخفف من الكوليسترول بشكل كبير، اكثر من حتى جذور بذور الكتان اللي معروفة والشوفان اللي بنحكي عنها، اللي اكثر شغلة اللي هي المورينجا. حماية البشرة وبالتالي والشعر، وبالتالي لأنه في بروتين كثير، وبالتالي فهو مضاد للشيخوخة. الأشخاص اللي بحاولوا يستخدموا كريمات، ما تستخدموا كريمات، استخدموا شيء داخلي عشان ينعكس للخارج. المساهمة على الصحة، المحافظة على صحة الدماغ، هذا شيء مهم جدا، وبالتالي لأنه هو بيقاوم الزهايمر وبيقاوم انتكاس الخلايا العصبية، حيث أنه في نسبة عالية من الفيتامينات، تحسين وظائف الدماغ، بزيد من إفراز بعض المواد أو النواقل العصبية مثل السيتروترينين والدوبامين والنور أدرينالين، وكل هاي المواد اللي بتحسن الذاكرة والمزاج، وطبعا بحارب الاكتئاب والدهيان، وهذه كلها مهمة جدا. خليني أحكي لكم القيم الغذائية. فيتامين A، في فيتامين A، في فيتامين B1 B2 B3، فيتامين C، فيتامين E، كالسيوم، كوبر اللي هو نحاس، في جزء بسيط من الفات أو الليبيد اللي هو الدهون، فايبر فيه كتير، ايرون، مغنيسيوم، بوتاسيوم،
فوسفور وبروتين وزنك. شوفوا المواد اللي موجودة فيه. طبعا زي ما حكينا انه الكالسيوم العالي هون مهم جدا والبروتين العالي. طيب عن طريقة الاستخدام اللي هي ناشفة، طريقة الاستخدام ممكن تستخدم الورق وتغليه وتشربه، وممكن تستخدم بودرة. أنا اللي هون عندي عبارة عن بودرة مطحونة بشتريها، طبعا بس بدي أحكي لكم طعمها مش لذيذ زي الكلوروفيل. هي الحلو فيها أنها بتحتوي على الكلوروفيل، يعني مش داعي أنك تشرب التنتين. أنا بحطها كتير مع المواد اللي بشربها زي مثلا الكوكتيلز والسموثيز، بحطها مع السموثيز فما بطلع، بحطها الكمية يعني شايفينها. هلا مفروض انت تشرب هاي الكمية باليوم، زي ما انت شايفين برضو لون اخضر غامق بسبب الكلوروفيل اللي موجود فيها. مشكلة ذوبانها في المي مش كويس كتير، فرح تضلها مكتلة، يعني مش كتير تكتلات لكن في تكتلات. وبسم الله طعمها كأنك بتشرب إشي، كأنك تأكل عشب يعني هيك. مش سيء طعمها، مش سيء يعني، مش إنه والله واو ما بقدر أشربه زي مثلا زيت الخروع، لا. بس الحلو فيها يعني تشربها مرة واحدة هيك ما بتشعر فيها، أو بتحطها مع السموثي زي ما حكيت، بتفيد كتير كتير كتير. إذا نرجع نحكي إنه المورينجا والكلوروفيل هدول المادتين اللي ما بنحكى عنهم كتير، يجب 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 انه نحطهم ونضيفهم في غذائنا. هذه كانت حلقة اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها. نراكم في حلقات قادمة، والى اللقاء.